بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التروفي هذا تراه سهل، بس لازم تفهمه اول شيء. والجوال ده نفس اللي تفتح الرمز، الرمز عشوائي، يعني في كل تختيمه يجي بشكل غير، يعني مو على نفس اللي جاء قبل يجي الحين. فانت ركز معي، شوف الان انا بوضح لك امامك. كما تلاحظ انا حاط ارقام، نفترض ان الجوال 1 2 الين 8 تحت. شوف الارقام فوق، ركز في الارقام. اذا انت مثلا بديت بواحد لازم يكون بعده 3، بعد 3 6. تشوفون الاسهم اللي بين الازرار، يعني لازم تكون كذا بشكل دائري. فانت اجلس وجربها عندك، اكتب في ورقه وكذا لين ينحل معك، يعني اعرف 1 بعد 3، 3 بعد 6، 6 بعد 5، على هذا الترتيب. فكل تختيمه تختلف، فانت سوي زي كذا لين تضبط معك. اتمنى الشرح كان واضح، في امان الله.